الوجود ديالي في الفيستيفال ديال طنجة ديال السينما. هذا نهار كبير اللي هذه تقريبا شحال من عام، ومع الكوفيد ما كان لا فيستيفالات لا والو. يعني انا فرحانه بزاف بالوجود ديالي هنايا، وبال لو فيت باش نشوف الحباب، لان بالنسبه ليا حنايا عائله وحده، عائله السينما، وكلهم سلمت عليهم، كلهم فرحانين نشوفوا بعضياتنا. هذه فرحه كبيره، ويا ربي يكمل هذا المهرجان يعني بالتوفيق والمزيد من الافلام. وعندي ان شاء الله واحد لوميتراج اللي سميتو الشطاح، اللي هذه دوز نهار السبت مع ايد جاوي وعلي بوفي لا برودكسيون، ويا مرايا اللي تصورت مع يونس ميغري، خدينا لا شونسون ديالو ودرناها في كور ميتراج ديال ماجده المخرجه. وهذا المهرجان توحشوه الناس وتوحشنا الحباب، ما شحال هذه ما تشوفنا. فانا سميه مهرجان عناق الاحباب، لان مده هذه ما تشوفوا، يتبادلوا الاراء ونشوفوا بعضياتنا ونشوفوا الاعمال ديال بعضياتنا، ونشوفوا النقاد اش غادي يقولوا عليهم، تبادلوا الاراء معاهم ونستافدوا الجميع من هذه الاراء مع اراء الجمهور، مع سميتو صافي ان ديناميه ثاني جديده زرعت في المغرب، وخصوصا هذا الشريط ديال اناطو فهو على الشريط الصعيد الافريقي. طبيعة الحال انا فرحانه بزاف، خصنا الدوره ديال 22، انا غبت على المهرجان هذه 5 سنين، ولكن انا فرحانه بتواجدي باش نكون معاهم هنا. وكنشكر سي عبد الرحمن التازي اللي فكر فيا واستدعاني باش نشوف بعض الاصدقاء اللي ما شفتهمش هذه 5 سنين ولا 6 سنين ما تشوفناش. نعود الى احضان هذا المهرجان، يعني المهرجان الوطني الذي نعتز به، لان وقع على الدوره 22، واتمنى ان يستمر هذا المهرجان الوطني يعني في الزمان والمكان الى ابعد مدى. اتمنى ان يكون هنالك ان تكون هنالك اضافه، لانه توقفنا بسبب الجائحه الجانحه، كما تاثرنا سلبيا يعني بهذه الجائحه، لكن نعيش على امل ان يعود المهرجان قوي من خلال طرح يعني قضايا للنقاش في اطار يعني سينمائي محض، وان نناقش الافكار وان نتبادل يعني الاراء من خلال التيمات التي تتناولها الافلام التي تنافس يعني على جوائز هذا المهرجان. اظن انه عوده ميمونه للمهرجان، واكيد غادي يكون دفعه قويه للحق للسينما المغربي، خصوصا فيما يخص يعني المهرجانات السينمائيه في بلدنا. اتمنى كل الخير، واتمنى ان ينال فيلم يعني انا مشارك من خلال المنافسه الرسميه للافلام الطويله، فيلم يحمل عنوان النزال الاخير، اتمنى ان ينال ادائي رضا الجمهور المغربي، خصوصا الجمهور ديال مدينه طنجه. انا بتواجدي في الدوره 22 من المهرجان الوطني للفيلم، عندي مشاركه هذا العام ان شاء الله بفيلم سينمائي طويل مع سي عبد الرحمن التازي لا سلطان انوبليابل في دور فاطمه المرنسي الله يرحمها. هذا شرف لي انني انا نلعب هذا الدور اولا، وشرف لي انني نشارك بهذا الفيلم المغربي واللي كيهضر على اون بيرسوناليتي ماروكان معروفه وما دارتش القليل. فوالا دونك فرحانه بهذا الشيء كله. شكرا. المهرجان اللي كان فيه واحد القطيعه من الكونفينمون، ابخي دابا كاين لو فيستيفال، ومشاركه بجوج ديال الافلام، واحد ديال عبد السلام كلاعي والثاني ديال فاطمه المنيسي ديال محمد عبد الرحمن تازي، وان كور ميتراج، وكنتمنى توفيق السينما المغربيه وديما مغرب.